اليوم كان لنا أول يوم في كلية الطب وكان يوم حماسي جدا. مشينا على المعامل، خلضنا الأنظمة، جانا العميد وعطانا الأنظمة والتسهيلات. والخوف موجود، ولكن الحمد لله بعد المحاضرات والتقديم واللقاء التعريفي من قبل الدكاترة والجولات في المعامل، الحمد لله تقدر تقول إن الخوف خف، نسبة الحماس زادت، والثقة عند كل الطلاب طبعا زادت، فبإذن الله في رجاء خير. بإذن الله بتكون سنة دراسية بسيطة وشاملة نعديها ونخدم فيها ديننا ووطننا يا رب، وإن شاء الله تكون خفيفة علينا كطلاب جامعة شقرة، ونسأل الله التوفيق والنجاح.